مرحبا. اهلا وسهلا استاذ عادل. ايوه تفضل استاذ انصار. شكرا. تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا بالاستاذ راتب. اهلا وسهلا. نورت المكتب. خليلي اياك منور بوجودك. تفضل. شكرا. شكرا لك زو. سهلا. طمني عنك، كيف الاشغال؟ الحمد لله، يعني مقبوله لولا غياب الخصوم. غياب الخصوم والموكلين. ما عم نشوف حدا يا رجل، شوي تاني يمكن يغيب القضاء. ما عاد شفناك بالقصر العدلي. شفت عينك، البركة بهالشباب اللي حواليك. الله يوفق يا رب، الله يوفق. تفضل. شوف يعني يا أستاذ. تفضل. تفضل أستاذ. يسلم إيديك شكرا. تفضل أستاذ. أعطي لي زاهر. حاضر أستاذ. أنت اللي صادق. مفهوم مفهوم. هددك؟ لا يعني بصراحة يعني أنا تصرفت من عندي وقلت لحالي أخذ طريق من قصيره. تفضل. مر أستاذ زاهر، دروس الملف منيح. حاضر أستاذ. لحظة لحظة بس، الملف مدروس مع الثبوتيات والأدلة أستاذ؟ نحن بندرسه من نواحي ثانية. الله معك. حاضر أستاذ. انت استاذ واستاذ كبير كمان، بس الصح شيء والحق شيء ثاني. استاذنا وبتعرف. يعني انا ما عم اقول انه موكلي ملاك ظاهر، بس الزلمه له حق ولازم يعطي. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. بس استاذ راتب انا بدي اسالك، انت ليش جاي لعندي؟ لانه خصمك هو صادق. على كل، زكى منك انك تجي لعندي. لا والله يا أستاذ، صدقا مو مسألة ذكاء، يعني مسألة ملاعب. صادق مو ملعبي. بعدين ما بدي أطلع بنهاية العمر جبان وفاشل. بكل الأحوال جيتك لعندي ما بتغير من الموضوع شيء، إلا إذا كنت حابب تنتقم. انتقم؟ أعوذ بالله. انتقام شو؟ لسه الانتقام أسوأ من الجبن. لكن شو؟ التسامح؟ على شو بدك تسامح؟ يعني أنا بدي أقول لك إنه الانتقام مثل التسامح، خلينا نكون واقعيين. أكيد عم تشعر بالإهانة. طب شو الحل أستاذ؟ هات لنشوف. الحل إنك تجي لعندي. واضح إنه صادق هددك. أستاذ ما تواخذني، أخذت من وقتك. ولا يهمك أستاذ راتب، هذا شغل. 48 ساعة وبيكون الجواب عندك. شكرا. لحظة أستاذ راتب، بتمنى علي لا تشعر بالإهانة ولا على بالك. الله وكيلك بهالبلد شغلتين ما حدا أبطل، الإهانة والتكريم. بقى لا تحط بقلبك، هذول الشغلتين مثل بعض. السلام يا أستاذ. خليلي إياك. شكرا. الله معك. شكرا. تفضل. الإهانة والتكريم، التكريم والإهانة. شو هالمصيبة؟ هلا وقتها يموت؟ لك شو هلا وقتها يعني؟ الرجال مات، مات، عمل اللي عليه ومات. طيب والشغل؟ هذا كان حاسب الحساب بنوب. يعني هن بدهم يخلوا المحل مفتوح ولا لا؟ والله ما بعرف. إجا ابن أخوه وحطه بالسيارة وأخده ومشي. طيب لحنا شو بدنا نعمل؟ لا لا لا، ما في حدا يوصل من خط الدش تبعنا. اليوم بتقلي خط دش، بكرة بتاعي وين رايحة؟ بكره بتقول لي خط كهرباء، بعد بكره بتقول لي ابصر شو. تعال صهر اسمع على هالسمعه. خير شو في؟ ولي على قامتي، معلمه لابو سامر صاحب المحل، هو وقاعد طب ومات. دخيلك الله يرحمه، شو نساوي له يعني؟ كل يوم عم بيموت 1000 واحد، وقفت على صاحب المحل.
يعني سفينة بلا شغل ما هيك سهري؟ هدول شكلهم بلطين، روحي انقرقل جوا. ماشي. سلامتك سلامتك. ولا انت وياه اذا بتلعبوا مره ثانيه هون بشقلكم اياها. ها يلا عنا لا تخلونا نغلط عليكم. يلا منعول عند امهاتكم. يلا ما بدي اشوف خلقكم هون. يلا تعال هون. ولا سامر انت شو عم تعمل هون؟ والله يا معلم هذا احمد. احمد يلا روح على المحل. روح على المحل. ولك لا تواخذينا مشان الله. لا ولا يهمك. صار لك شيء دختي؟ في شيء؟ لا 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 ابدا ما صار شيء. ما في شيء. تفضلي شربك كاسة مي. تفضلي تفضلي. ما بدها. لك معلش تفضلي ولو جيران نحن شرفي. يا اهلا وسهلا. عليم الله خطوه عزيزه. طمنيني ان شاء الله ما صار لك شيء. دختي بروح اجيب لك دكتور. لا لا ما صار لي شيء. ما بدها. اي على راسي والله. سامر تعال هون. اللي معلم بتروح لعند ابو يحيى بتجيب لي كاستين عصير كوكتيل حليب. لا 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 اوعى ما بشرب هيك شغلات ممنوع عنه. طيب زيك روح منك كاس شاي. امرك معلم. بسرعه خليني اشربك هيك كاسه شاي ترتبي فرش مخك كله بعد الضربه اللي اكلتيها. شو وين الاموره؟ ماني شايفه معي. لك شهيد الله طار برج مخي وقت عرفت انه بنتي. لك كل بالي انه اختي. لما حدكم من شوي فايتين سوا. طيب بالاذن. لا وين وين وين؟ عم نعمل شاي ولو؟ والله ما فيها شيء، نحن جيران وبدنا خدمه، والجار للجار عمنا. وانت قلتها الجار للجار. شايلينك للشيء اتقل وان شاء الله ما بتقصر خاطرك. لحظة الله يحميك. مساء الخير. شو؟ شو شو؟ بلاقيك ما اتصلت فيني ولا تليفون، لا أرضي ولا فضائي. شو عدا ما بدا؟ ثقة. فيني؟ بحالي. يعني بعد اللي صار اليوم واللي كان ما لازم يصير، قلت لحالي بتكوني عقلتي. عقلتي؟ لك الله يكون بعلمك انا اليوم طلعت من البيت ولعلمك كمان انا رحت شفت راتب وقعدت انا وياه اكثر من شي ساعتين بقى ان رجعت ولا ما رجعت بصر مايتي. لك انت ليش هيك عم تعملي بحالك؟ ليش عم تهينيني بتصرفاتك هي؟ ليش؟ لانك ولد ولانه ما بدك تكبر ولا حتى تفهم ولانه المراه اذا بدها بتاخذك على النبع وبترجعك عطشان يا اهبل. يعني انا فيني بكل بساطه اتصور انا وراتب ونزلها على الفيس واعلن على اعتماد. ولعلمك كمان انا وعمك راتب لحد هلا كنا عم نحاول نراعي شو بيتك. واذا الشغله للاذى وبس فما حدا بيطلع له يأذي حدا. ولا شو؟ بدك تطلعني داشره وتصير انت ابن الداشره؟ لك امي حاجه من شانه لالله حاجه بقى. امي؟ هلا صرت امك؟ لساتك بتقول امي؟ ليكني قدامك تفضل ذبحني. شو القصه؟
ما انا ممكن موت باي لحظه بقذيفه هاون طايشه بسياره مفخخه. شو مفكر الدنيا مفصله على قياس مايتك؟ انا بس بدي افهم انت شلون بتفكر. خلص 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 من شان والله خلص. شو هذا اليوم يا الله؟ شو هذا اليوم؟ أنا قررت أسكن لحالي. شو؟ مثل ما سمعت. شو هالحكي الفاضي هاد؟ ليش شو فيها؟ شو فيها؟ ليش؟ وين مفكرة حالك عايشة أنت؟ والله أنا عايشة. ولا كلمة. والله يا عاد ما بسمح لك تحكي لي هيك موضوع أبدا، حتى ولا تفكري فيه. لا يا بنتي الله يسامحك، شو هالحكي هاد؟ الله يرضى عليك، استهدي بالرحمن وإيمي الأفكار السوداء من راسك. بعدين نحن عم نتونس فيكي. ايه وانا متونسة فيكي اكثر حبيبتي، بس بدي رايحك مني. والله انتي مفكرة الدنيا رايحتي لحتى تعملي فزكة هي؟ روحي من خلقي، روحي على غرتك.